إمام الجماعة عندنا في الصلاة الجهرية يطول القراءة في الركعة الثانية ويقصرها في الركعة الأولى، فهل فعله هذا موافق للسنة أم مخالف لها؟ هذا يعتبر خلاف الأولى. نعم، فالأولى والأفضل أن تكون الركعة الأولى من الظهر والعصر وغيرها من الصلوات، تكون الركعة الأولى أطول من الثانية. أما إذا كان العكس هذا خلاف الأولى، إذا كان الطول كثيرا، أما إذا كان طولا يسيرا زيادة يسيرة هذا لا حرج فيه إن شاء الله.